الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الحقيقة هذه آيات يعني ورد فيها عدة الحقيقة وقفات، ونستطيع أن نسميها عدة صور من يعني المواضيع الجميلة التي تستحق يعني أن يلفت إليها يعني القرآن، يعني في قضية المثالية. ترى ديننا يعني واقعي، حتى يعني ذكره لبعض الأشياء قد الإنسان يستغربها، لكنه هذا هو الواقع. أول يعني مقام في هذا قضية الله جل وعلا يبشر المتقين أنهم في جنات، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. أوه، أهل الجنة في قلوبهم شيء، يعني وهم كانوا في الدنيا كانوا يعني يشيلون في خواطرهم شيء على أخوانهم، يقول لك الله جل وعلا هذا وهذا يدخلون الجنة، لكن الله الغل اللي في قلوبهم الله جل وعلا يشيله من صدورهم لكي يدخلون نقيين طاهرين. معناتها أنك يعني في أثناء تعاملك قد يحصل على قلبك شيء من التغير على أخوك، لكنك يعني تكبت في قلبك ولا تظهره. وش اللي يكون منك؟ يكون منك حسن المعاملة، ادفع بالتي هي أحسن، لكن اللي في القلب في القلب، الذي سوف سبحانه وتعالى يزيل هذا الذي في قلبك يوم أن تلقى ربك فيكافئك بالجنة، لأنك كظمت غيظك، والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. فديننا دين واقعي، ما فيه مثاليات. إنسان والله لا هو بيزعل أبد ولا يشيل على أحد، لا أشيل لكني أدفع بالتي هي أحسن. الحقيقة هذه تستحق الوقفة. في قضية أخرى يعني، والحقيقة هذه يعني قضية أن الله جل وعلا يقول نبئ عبادي، اسمع ذا البشارة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قضية البدء بعبادي هذه تراها تستحقنا نقف معها. الله يقول نبئ عبادي، ينسبهم إليه، أني أنا الغفور الرحيم. يا رب من فضل. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يبين وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تحسب المسألة السهلة، ترى انتبه أنك تخالف أوامر الله، وهذا من المحبة لك أيها المؤمن، أيها المسلم، يا من كلفك الله جل وعلا بالأوامر والنواهي، انتبه. الله غفور رحيم، لكن ترى انتبه لا تزل، ثم انت تروح إلى عذاباته. أو هذا يقولون يؤتى بأبأس أهل الأرض، الإنسان اللي ما وجد في ذي الدنيا شيء حلو لكنه من أهل الإيمان، يغمس غمسة في الجنة، ثم يقال هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا، ما مر بشيء ولا غمسة. سبحان الله العظيم. فالإنسان يعني بقدر ما أنك صحيح أن القلب ينقبض من عند قضية الذكر العذاب، إلا أنه من رحمة الله. مثل لو توصي واحد مثلا بيمسك خط أو بيروح لهذا، وانت عارف مثلا أن فيه مقطعة مثلا ما فيها محطات بنزين، تقول انتبه، فلل من المكان اللي بتنطلق منه، ترى قدامك ما فيه بنزين. ترى هذه من رحمة له، وهذا من هذا الباب الله يبين لك انتبه لا تخالف أمر الله. ثم نأتي عاد على قضية الضيف وإكرام الضيف، وكيف أنه حاضر في القرآن قضية ونبئهم عن ضيف إبراهيم، دخلوا عليه ضيوف إبراهيم، سماهم الله ضيوف عليه وأكرمهم. وتذكرون شلون إبراهيم أكرم عجل حنيف؟ يقولون ليش عجل حنيف؟ ليش أكرم إبراهيم بعجل حنيف؟ يقول لأن أسرع الوجبات اللحم اللي هو الحنذ هذا، يعني ما يستغرق له ولا إذا جهز يعني اللحم 10 دقائق بس، يقلبه على ذا الحصى الحار على طول. فمن إكرام إبراهيم يريد أن يكرم بشكل عجل. فنبئهم عن ضيف إبراهيم. وش اللافت في قضية الحديث اللي حصل؟ قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. قضية السلام الضيف وما ينبغي أن يكون عليه من الآداب، التحية وغض البصر والجلوس
إذا قال لك الآن صاحب المحل أو المضيف اجلس في المكان، لا تروح تجلس فيه، اجلس فيه لأنه أدرى بالمكان المناسب لك، أدرى بالمكان اللي الأستر للبيت. السلام في البداية أو الاستئذان هذه كلها من الشريعة ومن الإسلام. لكن شوف كيف تكررت، قالوا لا توجل إنا نبشرك، شوف بغلام قال بشرتموني، شوف كيف تتكرر الآية، فبما تبشرون قالوا بشرناك. شوف قضية تكرار التبشير، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، قضية البشارة. احرص أنك توصل الأخبار المفرحة المبهجة المبشرة خاصة للآباء والأمهات والأجداد والجدات، لا تجي تنقل غثل الدنيا على راسك تنقل عليهم، والله ما دريتوا حصل حادث في الدائري، وش درى ليش تكدر عليه؟ ليش تكدر عليه؟ ليش ما تقول والله اني شفت مشروع جديد ما شاء الله بيوسعون المعلق؟ شوف وسعت صدورهم، والله شفت لي والله واحد من زملائي ما شاء الله صحة وعافية، يوم سألته قلت ما شاء الله عليك وش ذا الزين وش ذا الصحة وش ذا، قال والله اني داخل صالة رياضية وني اتمرن عشان تحفز الوالد يتمرن يتمشى شوي. يا سلام، خل دائما كلامك اشياء مبشرة متفائلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يقول ابشر، اذا سأله واحد قال له يا رسول الله اجد عندك، قال ابشر، يعني ابشر بخير، ويوصي بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وهذا هو هدي نبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ورد في القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المبشرين الذين يسيرون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنه جود كريم. وصلى الله عليه وسلم على محمد. الله يجزاك خير. سبحان الله، كل ما يعمله ابن آدم السهل كل عباده وجر فيه، يعني شوف يعني الابتسامة مش كبرها، بسيطة وقتها وش طوله، بس ابتسامة. لقيت لك مسمار في الشارع ورميته وتاخذ عليها أجر حسنات، يعني أشياء سبحان الله كلها تاخذ عليها إن شاء الله قبول وحسنات. سبحان الله، المعصية ممكن تاخذ عليها الحد الأدنى، ولو ما عملتها أو صار دونها حائل الله ما يواخذك عليها. فسبحان الله، لو الإنسان بس في هالدنيا السلام عليكم ابتسم، ما طلع إذا عن الطريق قال ترى ما في بنزين قدامك، عب بنزين من هنا زي ما قال أبو عمرو، ولا الكلمة على الأشياء البسيطة صدقني تربحك وما تخسرك. بس روض نفسك على الأشياء هذه، روض نفسك على الأشياء الجميلة في حياتك كلها. أنت راح على المسجد مرة تقول السلام عليكم شلونكم اليوم عساكم خير، وروح صلي، تروح تصلي أصلا ما هو بالله صح؟ صح. ففي أشياء سبحان الله تزيدك قبول وتزيدك محبة عند الله وخيره، وتزيدك سعة صدر وتزيدك وتزيدك. الله يجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة والعامل للوجه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. الله يجزاك خير. سلم، عندي تعقيب على كلمة ابشر. إيه والله أبو عمر جزاه الله خير ذكرني بمقطع عجوز مصرية بعد ما رجعت لأهلها من أخواتنا المصريات، قال شفت يعني مكة وعمرة وتعب، قالت والله، تقول أولادها والجيرانها، قالت والله كل تعب يروح إذا قال لك السعودي ابشري. يا سلام. تقول ضاعت من الفندق سألت واحد قال ابشري. الله. تقول جزمتي ضيعتها قال لي ابشري، قلت الباص مدري وين قال لي ابشري، قلت أبدخل مدخل ثاني قال ابشري. تقول هذه ابشر كل التعب يطيح من عندي. سبحان الله. ففعلا كلمة ابشر ربما أهل المملكة أكثر ناس يستخدمونها على الإطلاق، وهذه مثل ما أوصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نبشر ولا ننفر. في أصعب الأمور حاول تأخذ المبشرات وتوصلها إلى من حولك حتى تفتح نفسه لتلقي الأخبار الثانية، فانشروا البشارة. جزاك الله خير على هالكلام. والله يجزاكم خير. سمو أبو عبد العزيز، تعليقنا على ما تفضل به أبو عمر، فعلا أن البشائر تكون إيجابية ما تكون سلبية. نعم. فيمكن تذكرنا بموقف اللي شاب يتكلم عن والده، يقول كان يعني تعبان لكن ناقل روحه إلى المسجد، يروح ويجي، يقول فترة وبعدين خلاص قاعد بالبيت، ليش ما تروح للمسجد؟ قال ما عاد لي ما عاد ابي اقابل الناس، قال مرضوني
وش في وجهك وراك كان كذا وراك متغير وراك يقوم رضوني خلاص ما عاد يقول يوم خذ لك كم يوم يقول قال ودني لابو صالح ابو صالح هذا صديق له رايده كان في المعيقليه يقول يوم ينزل ابوي من السياره يقول يوم اقبلنا على دكان ابو صالح وهو يفز ابو صالح من دكانه هلا هلا ابو فلان ما شاء الله وش هالزين انت داخل النادي يقول يدري انه يقول يدري ان ابوي ان ابو صالح قال يعزز لكن يوم جينا راجعين يقول يلتفت علي ولدي يقول سمعت ابو صالح ايش يقول وصدق انا متغير يعني شوف الكلمه الايجابيه معنويه صحيح رفعت معنويه فاذا لم تكن مصدر سعاده لا تكن معول هدم للمريض او الغير دخلت على مريض ما شاء الله وجهك زين وجهك فهذا يعطيه نوع من السعاده والفرح جزاك الله خير يا اخي وجهك مو بزين ولا هذه مشكله والله انك صادق يا جماعه فكوا العالم من نشتة توظفت ولا لها الحين قاعد الله يعيننا وياك وراك سامن ورا وجهك طالع انت سذا اعوذ بالله ورا هالشعور اللي عليك رجال فكه من شر انت ولا زوجته ولا انت مكفول به اعطه الكلمه الزينه وانساه تراه والله العظيم يمكن يدعي لك يمكن يصير بحاله نفسيه سيئه ومن كلمه جميله مثل ما قال ابو عبد العزيز شكلك داخل النادي تساهم انت بالاجر انك زينت نفسيته وعالجته وانت ما تدري لكن يجي الواحد طول عمره هو تنقد انت وراك صرت سذا انت اعوذ بالله ما كنت سذا اول ما كنت سذا اول وش جاني يا اخي وراي كله علشاني ما جزت له حضرته ما جاز له شكلي هالحين بس قال لي وراك هذا طيب انا تدري انك تهدمني تدري انك تكسر مجاديفي على ابو اني ما جزت لك انت يا اللي ما يعني ما لك اي تاثير علي فاما قل خير او اصمت على ما قالوا البلبثان انت تكلمت على تشوفه قدام عينك وجه لوجه نعم